الشرعية كلما يخطب بنتا بكرا ويزيل بكرتها ويقتلها من ليلتها ولم يزل على ذلك مدة 3 سنوات وضجت الناس وهربت بناتها ولم يبقى في تلك المدينة بنت تحمل البطء. ثم أن الملك أمر الوزير إن يكيئ بنت على جره عادتي. فخرج الوزير وفتش فلم يجد بنت فتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور وخائف على نفسه من الملك. وكان الوزير له بنتان ذات حسن وجمال وبهاء وقد واعتداد، الكبيرة اسمها شهرزاد والصغيرة اسمها تونسية. وكانت الكبيرة قد قرأت الكتب التواريخ والسيارة الملوك والمتقدمين والأخبار الأمم الماضيين. قيل أنها جمعت 1000 كتاب من الكتاب التواريخ المتعلقة بالأمم السيافي والملوك الخاليات والشعراء. فقالت لأبيها: ما لي أراك متغيرا حامل الهم وحزين وقد ولا بعضهم في المعنى شعرا. قل لمن يحمل هما إن هما لا يدوم مثل ما يفنى السرور هكذا تفنى الهموم. كتاب ألف ليلة وليلة.